برحب بيكم جمهور النادي الاهلي العظيم اللي في كل مكان. النهارده او دلوقتي معانا فقره بطعم الانتصارات، ده حقيقي، والقتال على الفوز لحد ما نحققه. فريق كان عنده ظروف، كان عنده اصابات، كان عنده مشاكل كبيره جدا قبل ما يتدارك كل ده، وقدروا يعني في نهايه المشوار ان هم يلموا نفسهم ويحققوا فوز غالي وصعب على حساب منافس كمان قوي وعنيد جدا، وهو نادي الاتحاد السكندري. النهارده معانا ثلاثه منهم، ومشرفنا طبعا اول ثلاثه هنا في البيت الكبير. الكابتن احمد مهيب رحب بيك، كابتن حاتم البحيري نورنا، كابتن محمد ابو النصر اهلا بيكم والف الف مبروك، وكل سنه وانتم طيبين ومنورين بيتكم البيت الكبير. اهلا بحضرتك. نرحب بيكم طبعا في البيت الكبير، واحنا تابعنا المباراه، وانا قبل الاول قلت لكم قلبي كان هيقف يعني الثواني الاخيره، لكن بطوله غاليه جدا اعتقد هنتكلم عليها، وهنتكلم على كواليسها، هنتكلم كمان على ظروفها، الظروف الصعبه اللي مرتوا بيها، وابطال فعلا يعني ابطال ابطال ابطال، والفرحه الكبيره اللي بعد البطوله. هنتكلم على كل الكواليس دي، ونتكلم كمان على احلامكم لسنه 21 اللي بداناها. بس قبل ما نتكلم ونخش في الحوار، معانا تقرير عن الابطال، ابطال دوري المرتبط لرجال كره السله. توج الفريق الاول لرجال كره السله بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني اشرف توفيق بلقب دوري المرتبط للموسم الحالي 2020-2021 بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 68-66 في لقاء الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. تحديات كبيرة واجهت المارد الأحمر خلال مسيرته لحصد اللقب الغالي، ويأتي على رأسها إصابات فيروس كورونا المستجد والتي ضربت 5 عناصر من الفريق وحرمته منهم خلال لقاء الذهاب والذي فاز به الاتحاد السكندري بنتيجة 81-71 قبل أن يستعيد الشياطين الحمر الثنائية عمرو الجندي وإيهاب أمين، واللذين لم يخوضا أي تدريب قبل انضمامهما لصفوف الفريق في النهائي. كما أن الفريق يغيب عنه أحمد السلعاوي بداعي الإصابة، إضافة إلى عدم اكتمال شفاء كل من مودي الجرح كابتن الفريق والمخضرم إبراهيم الجمال وأحمد مهيب الوافد الجديد على القلعة الحمراء. ولكن كعادة النسر الأهلوي، فما يشغله هو التحليق فوق سماء البطولات وحصدها لتكون أجمل الهدايا للجماهير الوفية. وبهذه الروح خاض الفريق المباراة النهائية أمام زعيم الثغر، واستطاعوا قلب تأخرهم لفوز صعب وغالي على حساب منافس قوي وعنيد. فريق رجال السلة بالأهلي ينتظره موسم قوي وصعب، فبعد التدعيمات التي أبرمها الفريق والتي وصفها الجميع بالرائعة، إضافة إلى رغبة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الهيمنة على البطولات، أصبح لزاما على الفريق القتال على كل البطولات، سواء كانت محلية أو عربية أو حتى إفريقية. وإحنا بنتفرج على التقرير ده، يمكن معرفش محمد وكابتن بحيري، بس مهيب كان بيقول أنا أول مرة أشوف اللحظات ديت، لحظات التتويج والفوز، وإن أنتوا يمكن حققتوا فعلا فوز صعب زي ما كنا بنقول في الانترو على غريم يمكن عنيد جدا لحد آخر لحظة. قبليكوا كان يعني الماتش اللي قبليه على طول كان فيه مشاكل كتيرة جدا، كان هيثم السعيد هنا يعني كلنا كنا على أعصابنا. بس كلمني من هنبدأ من الآخر، كلمني عن اللحظات دي اللي جت في التقرير يا مهيب. والله هو الماتش زي ما حضرتك قلتي فعلا، هو الماتش كان صعب بكل الظروف، ان احنا مش كاملين. كنا قبل الماتش كان بلغونا ان في 5 حالات كورونا غير اللي موجودين، ما كناش عارفين هم مين. فكان قبل الماتش لحد الساعه 6:30، ماتش الساعه 8:30، لا ما ده فلان عنده وغالبا لا مش عارف مين، لحد ما الساعه 6:30 اتبلغنا خلاص ما فيش حالات وهنلعب. الماتش طبعا زي ما السيناريو يعني كان متشاف، لا يعني احنا كنا خسرانين معظم فترات الماتش، وبعدين قدرنا لحد اخر 5 دقائق قدرنا نعوض الحمد لله وناخد الليد في الاخر وكسبنا. يعني كان ماتش، لا الماتش كان صعب فعلا.
كلمني عن اللحظات دي، كلمني عن اللحظات دي. لا اول مره اشوفها بجد. لا ما لسه وانا بتفرج على التقرير دلوقتي. لا ده ايه ده، احنا كنا مبسوطين بقى وما كناش حاسين بقى باي حاجه خالص. ما رجعتش اتفرجت على نفسك؟ قلت طب انا تابع الماتش اشوف انا عملت ايه الدنيا. انا اهم حاجه ان احنا كسبنا صح. بس وبعدين بقى الاحتفالات بعد الماتش الناس كلها مبسوطه. يعني الناس كان بيقولوا البطوله صعبه وان احنا ممكن ما ناخدهاش بظل الظروف اللي كانت موجوده، لكن الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله وقدرنا ان احنا نحسم البطوله، فالفرحه كانت مختلفه. غير ان هي فرحتي طبعا اول بطوله مع النادي الاهلي، يعني الموضوع كان مختلف تماما. لسه هنرجع لها ديت. كابتن حاتم وانت سرحت وانت بتتفرج على اللقطات اللي قدامنا، الاجواء كانت صعبه جدا وعشان كده كانت الفرحه كبيره، والفرحه كبيره بعد الفوز، مش هقول الفوز صعب، البطوله كلها كانت مشوار طويل صعب، لكن في فترات من المباراه وانا بتفرج حسيت ان في فتره عملت تيرن اوت، يعني خلاص روح النادي الاهلي رجعت تاني. انتوا في الملعب حسيتوا دي امتى؟ احنا من الاول من قبل الماتش احنا دايما متعودين ان يوم الماتش ده بيبقى فيه طقوس معينه، صحيان في وقت معين، الغداء في وقت معين، اجتماع في وقت معين. اتكلمنا عنها بالتفصيل يعني، ما احنا لسه احنا غصبا عننا اليوم ده بقى ما كانش فيه اي حاجه حصلت، كل حاجه حصلت غلط. زي ما مهيب بيقول بلغونا بموضوع المسحات ده متاخر، فاحنا ولا اتغدينا مع بعض ولا اجتمعنا مع بعض. كل ما بنسمع ان فلان احتمال يبقى ايجابي فبسرعه انت اتعزل على جنب، فاحنا متوترين يعني وتوتر. كله متوتر، مش جو ماتش نهائي ابدا. لحد ما بدا الموضوع بقى ان احنا خلاص نقرب يا جماعه، احنا لا هنلعب الماتش، مفيش اللي موجود هيسد. فبدانا بقى كل واحد يخش في اوضته لوحده، ما حدش يتكلم مع التاني، لحد ما رحنا هناك اتبلغنا ان خلاص اللي موجودين هم الحمد لله سلام وهيلعبوا المباراه. فكابتن اشرف جمعنا هناك كلنا في اوضه اللبس، الكلام هنعمل كذا هنلعب كذا، وزي ما حضرتك قلت هو الترن اللي حصل الحمد لله، يعني يمكن في اخر 6 دقائق في الكوارتر الرابع، يعني قلنا ان احنا تعبنا ما ينفعش يروح على الفاضي، يعني صحيح. احنا تعبنا الماتش الاولاني وربنا ما يعني ما كانش رايد، بس قلنا لا ان احنا لازم نبقى قدها، وفعلا نثبت ان الاهلي بمن حضر زي ما بيقولوا. ده حقيقي، ده حقيقي. بس كابيتانو حبيبي ابو النصر طبعا من النجوم اللي كمان، يعني طبعا مين كباتن الفرقه، واحنا عارفين دور الكباتن حتى على مستوى كره القدم دور الكباتن بيبقى دور مهم جدا. المدير الفني بيقوم بدوره الفني بشكل كبير، لكن جوه الملعب بتبقى الموضوع مختلف تماما، ودور الكابتن بيكون دور مهم. كلمنا عن الدور دوت، دور الكباتن في الظروف الصعبه اللي مرت بيها الفرقه. احنا بنتكلم على نجوم كتيره جدا غايبه للكورونا، بنتكلم على اصابات، بنتكلم على اول مره اعرف توتر قبل المباراه، الطبيعي ما بيكونش قبل المباراه النهائيه. دور الكباتن كان ايه في الفتره الصعبه دي؟ والله بص، هو حضرتك بتتكلم منطق الكباتن ده طبعا بيبدا من اول الموسم في احتواء الصفقات الجديده اللي جايه للفرقه اصلا. طبعا بتبقى انت عايز الناس الجديده اللي جايه دي انها تدخل جوه الفرقه، عشان كمان احنا اتحطينا في ظروف السنه دي ان ما كانش في زي اوف سيزون بين السيزون اللي فات وفي السيزون الجديد، كانت الفتره قصيره قوي والفرقه ما لحقتش انها تتجمع مع بعض. بس الحمد لله يعني هو الناس معظمها الجديده اللي جت انها كلها كنا مع بعض في منتخبات وكنا باصحاب بره الفرقه، مش جداد عليكم يعني. مش جداد علينا بالظبط. يوم الماتش ده طبعا زي ما حاتم واحمد بيقول ده كان يعني سبيشال سيتويشن كده، يعني كان موضوع صعب جدا ان احنا نركز في الماتش في الاجواء اللي كانت موجوده، وبالذات ان احنا لحد قبل الماتش بساعه او ساعه ونص احنا لسه ما خدناش اجواء الماتش. بس اول ما اتجمعنا وعرفنا ان خلاص احنا هنلعب بالحالات، مين اللي هيلعب، مين بره مين جوه، احنا كلاعيبه اتجمعنا مع بعض قلنا خلاص احنا ننسى كل اللي فات، احنا دلوقتي دي بطوله حرام انها تضيع مننا. طبعا الناس الكبيره اذا كان مودي الجرحي او ابراهيم الجمال، ناس كباتن فرقه كمان اللي اكبر مني سنا، ليهم دور ان هم بنجمع بعض احنا كلاعيبه بعيد عن الجهاز الفني، ان احنا المفروض نلم بعض كلاعيبه، احنا مش صغيرين، حرام نضيع مجهودنا يعني كلها ساعتين يا اما تاخد بطوله يا اما تخسر. لازم تبقى جوه البطوله تنسى نفسك ان انت بره خلاص المشاكل اللي عدت دي كلها، والحمد لله يعني قدرنا نلم بعض وندخل جوه اجواء الماتش. يعني مهيب، في اي وقت في المباراه اثناء اللعب حسيت لا قدر الله يعني ان المباراه ديت او التتويج ممكن يضيع في اي لحظه، والعكس كمان وعكس اللحظه ديت، امتى قلت لا احنا الاهلي؟ والله وانا يعني كل فاينل كده بدخله ببقى يعني عندي ثقه ان احنا، وطبعا يعني بثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا هنكسب.
فانا ما فيش وقت في المباراه خالص، حتى مع اننا كنا خسرانين طول الماتش 35 دقيقه، احنا مش كسبانين، بس انا عندي ثقه ان احنا هناخد الليد ونكسب فعلا. فدي اللي خلتني يعني برضو ان احنا كلنا نرجع، كلنا كان عندنا ثقه ان احنا ان شاء الله هنكسب، احنا الاحق ان احنا نكسب بكل الظروف اللي كانت محاطه بينا، بس احنا كان عندنا ثقه ان احنا نستحقها ونكسب. ليه بتقول احنا اللي كنا الاحق ان احنا نكسب؟ يعني الظروف كلها يعني الظروف بالظبط، يعني الظروف كانت صعبه جدا علينا، واحنا كنا قدها. يعني احنا اول ماتش اتحاد كنا بنلعب ست سبع لعيبه بالظبط، والماتش كل الناس اللي يعني اول يعني السابع نزل في اخر الكورتر الثالث، فده كتير في الباسكت طبعا. احنا 12 لعيب غيروا وصلنا فريق الاتحاد نتيجه لقرار يعني اتخذه الاتحاد قبل البطوله بيومين، كام يوم يعني بيومين قرار ان هو خدوا العينات لو في اكتر من 6 حالات كورونا في الفرقه يتم التاجيل. لا سبعه يعني لو اكثر من 7 حالات، ده طبعا مش منطقي ان انت يعني تاخد قرار في وسط السيزون انت مش متبلغ بيه من الاول يعني. ده كان برضو يعني احنا كنفسنا كلاعيبه انت خلاص انت مستني واحد، يا اما ماتش هيتاجل يا اما تلعب. كنا نفسنا واحد، الماتش يتاجل هتلعب، وكلنا بقى عايزين محدش يعني عارف بقى لحد قبل الماتش بساعه. طب يا جماعه مين هنلعب ولا مش هنلعب؟ التوتر غير طبيعي بقى، فاينل خالص طبعا. طب عايز حد منكم يقول الو. الو الو فضيل. الله سيفو ده، ده عبد الفضيل ده. مين طبعا منورين يا ابطال. فضيل فضيل عرفته على طول صح. كابتن عبد الفضيل بنرحب بيك وبنقول لك مبروك، بطوله غاليه جدا، وطبعا الف سلامه. اعتقد يعني كنت من الناس اللي كانت غايبه عن المباراه بسبب كورونا. تابعت المباراه ازاي؟ وكان يعني انا عن نفسي كنت طبعا يعني على الاخر خلاص، كنت يعني هيجي لي سكته قلبيه لا جون في عنكو. تابعت المباراه ازاي ويعني وشفت النهايه السعيده ببطوله غاليه ازاي؟ اهلا بحضرتك كابتن هاني، طبعا برحب بحضرتك والطلاب اللي موجودين معاك. طبعا احنا يعني بطوله صعبه جدا في ظروف قهريه، ظروف استثنائيه، فرقه تلعب بنص لعيبه بس بصراحه رجاله، والناشئين كمان اللي طلعوا كانوا كويسين جدا ما شاء الله، كانوا على قد المسؤوليه. ودي يعتبر اول بطوله لينا في النادي الاهلي، الناس اللي جت جديده، فطبعا حاجه غاليه علينا جدا، وكان كنا على اعصابنا. يعني انا بصراحه افتكرت الماتش زي ماتشات الكوره بالظبط، يمكن اكتر، كنا على اعصابنا حتى اخر ثانيه في الماتش. يعني احنا كنا خسرانين حتى اخر ثلاث دقائق دقيقتين، والحمد لله خدنا الليد في اخر دقيقه وربنا. كان عندنا سيف ده قفشه السله بالقضيه بصراحه انا بشكره جدا جدا. يعني سيف راجل لعيب ما شاء الله عليه، كان وحش في الماتشين، عوض غيابي انا وعمر طارق، وقدر اللاعب على اكتر من لعيب في النادي الاتحاد في نفس المركز بتاعه، وعبد الله كمان، عبد الله ما شاء الله لعب برضه جيم كويس، لكن سيف بصراحه قدر يعمل. سيف كمان من اللعيبه اللي تقريبا ما بيطلعوش من الملعب كتير، تقريبا الماتش الاول لعب 40 دقيقه وما طلعش فعليا، ما طلعش من الملعب خالص. فمجهود كبير جدا وكمان تركيزه انه في اللحظات الاخيره ديت كمان يحرز باسكت مهم جدا، وخلاص بقى القضيه بتاع كره السله، فكان يعني المفروض موجود معانا لكن اعتزل. لكن دول ده نموذج من الابطال كلهم اللي كانوا موجودين، لان ما يعني ما بتختصرش على لعيب بصراحه، الفرقه كلها بالناس اللي قاعده بره بالولاد كمان. وهاخد رايك في اللقطه اللي بتاعت الولاد اللي تحت 16 سنه اعتقد، اللي لعبوا قبل المباراه، وقد ايه كان روحهم عاليه جدا في الملعب. طبعا يعني حتى الباسكت الاخير بتاع سيف ده، هو الراجل يعني ربنا كان في عونه وما كانش قادر، بس الباسكت ده جه لان الناس كلها كانت صراحه كله كان مموت نفسه، وكله كان مجهود يعني مضاعف كمان، ان العدد ده ما يبقاش موجود يعني. وقرب الماتشات احنا بنلعب ورا بعض يعني. اتفضل. وقع وايهاب وابو نصر وحاتم ومهيب والولاد الصغيرين والكوتش والجهاز، اللعيبه كلها الحمد لله ربنا كاتم مجهودهم كله بالباسكت الاخير دوت. يعني يمكن سيف كمان جابها من زاويه صعبه جدا، ان هو قدر يعمل دي كده، فلفت الكوره لفت على الحلقه مره كده وراحت دخلت، فده طبعا توفيق من عند ربنا كبير جدا للفرقه كلها الحمد لله. صحيح كله كان قاعد على اعصابه كابتن. بس انت لما اتبلغت ان انت مصاب بكورونا فيروس، عايزك تقول لي بقى، كنت متوقع الاول انك هتشارك ولا اكيد المسحه تطلع سلبيه، ولما عرفت ان ايجابي
بقيت بتكلم اللعيبه، اكيد حصل ما بينكم بينهم اتصالات، اكيد كان في بقى يعني بتحمسهم، في يعني في كلام خاص ما بينكم وما بينهم حصل؟ هي طبعا دي كانت اقل حاجه ان احنا نقدر نقدم دعم نفسي لبعضينا، يعني اقل حاجه انت تقدر تعملها. بعيدا طبعا انك انت طبعا يعني الواحد كان قاعد يغل في نفسه جدا ان هو مش هيقدر يلحق. وحاولنا نعمل مساحات قبل الماتش الثاني، عملنا كل الناس المطابعه، كنا لسه مصابين، عملنا مساحات كلنا. عمرو جه من بيته، ايهاب جه من بيته، حتى يعني الناس جت من البيت على الماتش على طول، ما فيش حتى يوم يقدروا يرجعوا فيه. فكلنا كنا عايزين نلحق الماتش، بس الحمد لله يعني عمرو وايهاب ربنا كرمهم ان هم طلعوا ثالثي، وقدروا ان هم يتفاهموا مع الفرقه ان هم يرجعوا من اسماعيليه بالبطوله. لكن احنا ربنا كتر لنا يعني ان احنا ما نشاركش، يعني كنا معاهم بس دعم نفسي مش اكتر، كنا بنتكلم دايما. ده قدر بقى. الحمد لله. الحمد لله. بس وترتني انا دي بصراحه. يعني. بس ايه محمد بتقول ايه؟ وترني انا عشان كنت قاعد معاه في الاوضه. وترك ازاي؟ ايه اللي حصل؟ وترته ازاي؟ هو احنا عملنا مساحات بعد ما جينا من ماتشات سيمي فاينال، والنتيجه ظهرت تاني يوم. تاني يوم ده احنا المفروض مسافرين ليله ماتش ماتش سبورتنج سيمي فاينل. طيب نتيجه مسحه عبد الفضيل طلعت ايجابيه، وانا كنت معاه في الاوضه بقالي 3 4 ايام. فطبعا انا رحت اعمل مسحه وما سافرتش مع الفرقه، و نتيجه المسحه كانت تظهر بالليل. فتاخرت، فاخدت عربيتي وسافرت لوحدي، وعزلوني في اوضه لوحدي في الفندق لحد ما نتيجه المسحه طلعت تاني يوم الصبح، لا يوم الماتش. فانا لحد يوم الماتش الصبح انا ما اعرفش، ما كنتش تعرف انت هتشارك ولا أنا لا، مش عارف، انا ممكن اخد عربيتي وارجع تاني. ده حرب نفسي بقى، حرب نفسيه دي ما بين السلبي والايجابي. بالظبط، انا ممكن تاني يوم اخد عربيتي واروح وانا مش موجود مع الفرقه. والحمد لله كله بسبب عبد الفضيل. هو الابتداء كله بسببك. تاخدينك بس ده يعني ده هو طبعا طبعا يعني هو كل واحد كان يتمنى ان يشارك في المباراه. ده دي الروح، بروح لعيبه النادي الاهلي بالك، انه مش بيبقى سهل خالص ان اللعيب يبقى بره الفرقه وقاعد يتفرج على الفرقه وهو صعبه جدا. صعبه جدا. انا متوقع يعني ان هو كان نفسه يبقى موجود في الملعب، وكمان كان في اثنين لعيبه دول 10 ايام كانوا في معزولين في البيت، ما اتمرنوش وجم. ده كان ليه كمان عامل ايجاب للفرقه، يعني كمان السبيريت اللي اتحط في الجزئيه ديت، اثنين لعيبه كبار كانوا غايبين ورجعوا من غير تدريب وشاركوا كمان في جزء المباراه، ده كمان بيدي سبيريت عالي جدا للفرقه. بالظبط. معانا كابتن؟ معايا كابتن. فيعني رؤيتك ايه؟ زي ما بقول ان كان نفسك طبعا تشارك، وان دي روح النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي في جميع، ما بتكلمش على الكوره بس، دي الروح كل فرق الرياضيه في النادي الاهلي متعوده انها عندها اصرار كبير جدا انها تكون متواجده في البطولات وفي النهائيات بشكل خاص يعني. الحمد لله زي ما حضرتك قلت، والله هي دي فعلا فعلا دي اول مره، يعني كان دايما كنا بنقول روح السدنه الحمراء، لكن اول مره فعلا الواحد يحس بمعنى الكلمه دي. الموضوع مش شعار او كلمه تتقال، لا فعلا الناس كانت موجوده اكلت لاخر لحظه، والحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله. بطوله طعمها كويس قوي بالنسبه لنا الحمد لله. أكيد 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 إن شاء الله. إيهاب وعمرو الجندي كمان لما رجعوا بعدين هم كمان ما شاركوش في التمرينة صح؟ ولعبوا كده يا عيني لما شموهم برضه، دي أجواء أفتكر من الدار للنار زي ما بيقولوا، يعني ما حدش أبدا كان متوقع إن ده كله أو كل الملابسات دي تحصل أو الظروف دي قبل المباراة على طول. بالظبط. والجهاز الفني كمان ما كانش متوقع أكيد ولا عامل حسابه. لا خالص. صح؟ أنتوا بقى بينكوا كلعيبة كنتوا يعني الدقب يعني، برضه عايزة أعرف بس أنتوا هنا أكيد أكتر ناس كانت حاسه ببعضها الناس اللي لعبت يعني كمان، يعني عكس كمان الناس اللي كانت بره ما شاركتش. يا محمد بعد اول ماتش كان نفسنا لعيب واحد يطلع ايجابي. طبعا يعني بنتمنى حد يجي له كورونا عشان نلغي طبعا، عايزين تاخدوا نفسكم. هو المشكله عشان الاستعداد، انتوا شايفين الاستعداد. كابتن عبد الفضيل معانا؟ معاك يا كوتش. هو بيتكلموا على يمكن كواليس الناس ما تعرفهاش، يعني احنا بنتفرج على التلفزيون في غيابات في كورونا، لكن التوتر اللي قبل المباراه ديت بيبقى فيها يعني بتبقى صعبه جدا. اللعيب داخل على المباراه كبيره وما يعرفش المباراه هتتلعب، مستنيين نتيجه واحد وبعدين لا يلا قبلها بساعه ونص لا يلا هنلعب. فكل دي امور اعتقد من وجهه نظر الشخصيه انها خدت شويه من الكوارتر الاولاني من التركيز. الكوارتر الاولاني ان هم يعني ما دخلوش الجيم بسرعه، وده وجهه نظر الشخصيه يعني.
والله اخذت من الماتش الاولاني مش من الكوارتر الاولاني، بس هي دي كواليتي اللعيب في النادي الاهلي. يعني هو برضه اللعيب لازم يستحمل الضغط، انت بنلعب في نادي كبير، بنلعب تحت طبعا ظروف صعبه بتلعب، فلازم لازم اللعيب اللي يجي دي شخصيه النادي الاهلي اللي بيقدر يتحمل الشخصيه دي، بيقدر ان هو يوصل ان هو يكمل. زي ما حضرتك قلت ايهاب وعمرو رجع من كورونا، مش راجعين من اصابه عضليه اصابه مفصليه هيربط وينزل، لا ده راجل راجع من في خطر على صحته وفي خطر عليه هو شخصيا. بس طبعا كل بقى ساعه اللحظه دي كل واحد بينكر ذاته وكل واحد ربنا بيقدر على حاجه بيقدر يعملها. فالحمد لله يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل للمجموعه اللقطه البطوله. اللقطة الشهيرة بقى اللي حصلت على غرار وليد سليمان بعد التاسعة ومؤمن زكريا برضو، لما انتوا كلمتوا مين وفتحتوا له؟ كلمتوا مودي صح؟ كلمنا مودي وعمر طاهر. اللحظات بتبقى جميلة. مين اللي قال مين اللي مين صاحب الفكرة يعني؟ مين ولا انتوا لقطوها من مش فاكرين الاحتفالية؟ ايه اللي حصل؟ الحاجات دي اكتشفتها بعد الماتش. بنتفرج ده جمال كان بيتكلم عمر طارق على الموبايل، كان بيكلمه فيديو كول. ايوه. وكان مودي الجرحي بيكلم مودي الصغير. مودي الصغير مظبوط. محمد مصطفى. على اللي برضه اللي هو يعني الفيديو كله حاسين هم عايزين يبقوا موجودين. عايزين يبقوا معانا طبعا. دي الصوره ديت طبعا بيكلموا بعض وفرحانين، وهم يعني اللي بره دوت كان نفسه يكون موجود معاهم، واللي جوه الملعب كان نفسه طبعا اكيد يبقى نفسنا يبقوا موجودين. صحيح صحيح. لحظات جميله وتتويج رائع. وبرضه في نقطه حلوه جدا عجباني في الباسكت بول، الربط ما بين الولاد الصغيرين والفريق الاول، ودي حته عايزين نشكر فيها الولاد الصغيرين فعلا، عشان هم كانوا رجاله جدا في الموضوع ده. هم شالونا في ماتشات وكانوا بيدينا الثقه ان احنا برضه ننزل. هم كسبوا ماتشين الاتحاد وهم عملوا مجهود الصراحه يعني يشكروا عليه جدا. عايزين نعرفه بس بعد ما نشكر كابتن عبد الفضيل برضو. طبعا شكرا جزيلا. والف الف مبروك يا كابتن والف سلامه. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. السنه الجايه افضل باذن الله ان شاء الله. مستنيينك. مستنيينك. قول لي بقى المجهود، ايه المجهود اللي عملوه الشباب الصغير ده؟ وقفتهم معاك وكان شكلها عامل ازاي؟ هو الدوري المرتبط ده يعني نتائجه مرتبطه بالولاد الصغيرين، فماتش الصغير ده بيفرق طبعا. فهم كانوا برضو بيريحونا ان انت نازل كسبان الماتش الصغير، واحنا طبعا كده علينا ضغط ان احنا نكسب، فدي بتديك برضو احساس بالطمانينه الى حد ما ان صحيح. انت نازل متطمن. يعني متطمن. وهم ما شاء الله الصراحه يعني هو جيل يعني فعلا فيه لعيبه كتير كويسين، وقدروا ان هم ما شاء الله يكسبوا ماتشات يعني تقريبا كسبوا كل الماتشات. يعني كل ماتشات كل ماتشات دي حاجه ما شاء الله. لازم فعلا هو اللي ميزه كان بيديك بونص ان انت لو خسرت الماتش الاولاني انك ممكن تعوض، عشان انت بتبقى ضامن ان هم يكسبوا الماتشين الصغيرين. دي كانت بتبقى يعني حاجه ده كمان افكت للفريق الاول انه بيديله جرانتين انك عندك فرصه بيوسع لك فرصك يعني. بالظبط. هو بيلعب ماتشين صغيرين وماتشين كبار، انت لو كسبت الاثنين الصغيرين وواحد كبير انت يبقى ثلاثه عديت يا اما خدت البطوله. بالظبط. فهم الصراحه يعني ربنا يكرمهم، هم جيل عظيم جدا وفيهم لعيبه كويسه جدا، وان شاء الله يعني يفيدوا الدرجه الاولى باذن الله لما يكبروا ان شاء الله. ان شاء الله. نتكلم على كان عندنا ماتش عندنا ماتش من السبت وتاجل. الماتش لا ماتش يناير برضه بتاع 26 بتاع 26 يناير كان يتأجل قبل كده شويه يعني. كان نفسكم يتأجل؟ لا الماتش الاولاني بقى يعني انا خمس حالات وما تأجلش، وبعدين السوبر اتأجل ما اعرفش اتأجل ليه يعني. السوبر ده اتأجل يوم 26 يناير ما اعرفش اتأجل ليه يعني. احنا كنا جاهزين ان احنا نلعب بالرغم الغيابات، ابتدى عمرو الجندي وايهاب وهم يرجعوا، لسه كان عمر طارق وعبد الفضيل يعملوا مسحهم الثلاث ممكن يلحقونا. الايه يا كابتن ما سمعك؟ عمر طارق وعبد الفضيل وعبد الفضيل ومودي ممكن يعملوا مسح يوم الثلاث. تمام. ان شاء الله لو كان ثلاث سلبيه كان ممكن يلعبوا الماتش. تمام. كنا جاهزين ان احنا نلعب يوم الجمعه يعني. على فكره قرار التاجيل ده. يعني التاجيل رد فعلكم ايه؟ وانا هربطه كمان، بحب اربط بالكوره شويه، ان نفس المعدل الاهلي كان مثلا في قبل النهائي كان مع الوداد عامل مستوى اكتر من رائع، وبعدين كان المفروض في مباراه نهائيه واتاجلت، فانت حاسس ان انت في اعلى كيرف بالنسبه لك، وانت تستغل الكيرف ده انك تخش خلاص كمان على بطوله جديده وعلى ماتش جديد. ردود افعالكم ايه انتوا؟ ردود افعال الكابتن اشرف ايه؟ والله هو كابتن اشرف يعني طبعا مشدود من التوقيت بتاع حتى محدده التغيير، حدده قبل الماتشات ما فيش باسبوع، فاحنا اوريدي عندنا بروجرام ماشيين عليه. طبعا. التمرين يعلى في الكيرف امتى، يوطى بالكيرف امتى،
كل ده طبعا بيتغير في اجتماع مجلس اداره للاتحاد الباسكت. فطبعا هو مشدود، بيوصل لنا طبعا الشد ده، واحنا كلعيبه يعني بنقعد معنا بعض، احنا لازم يا جماعه ان احنا نجمع بعض، لازم حتى لو هنقلل دلوقتي التمرين لازم الفتره اللي قبل الماتشات باسبوع 10 ايام لازم نرجع نشد تاني، اللي مصاب او عنده شد او كده لازم يلحق يتعالج دلوقتي عشان نبقى داخلين يعني فول باور ان شاء الله قبل ماتش 26 باذن الله. كنت متوقع كابتن محمد الماتش يتاجل؟ اكيد لا طبعا، مش متوقعه كده. لا احنا مخلصين دوري مرتبط، احنا ورانا ماتش بعدها باسبوع يعني. احنا حتى كنا واخدين اجازه حوالي 48 ساعه والمفروض هنبدا الجمعه تمرين فول باور، نازلين نجهز للبطوله الثانيه، فجاه تبلغنا ان واحنا في التمرين غالبا تبلغنا في التمرين ان الماتش مش هيتلعب. ف يعني طبعا اكيد ما كانتش حاجه سهل علينا، انه يعني انت المفروض مجهز نفسك انك تلعب بطوله كمان اسبوع، دي بطوله مهمه بالنسبه لنا، ماتش ببطوله. بس ما ترجحوش اسباب، ما بتقولش هو مجرد انت الماتش. لا بس انا يعني الموضوع غريب يعني بالنسبه لي، عارفين عايز اشوف خبر في علامات استفهام يعني. انا في علامات استفهام يعني، هم ما تاجلش اي حاجه لما كان في 6 كورونا في الاهلي. ايه اللي جد، ايه بقى اللي حصل جديد؟ هل بطوله المنتخبات مثلا هي اللي غيرت الموضوع لما اتلغت؟ ما نعرفش الحقيقه الموضوع يعني. خلي بالك غريب. بيبقى ساعات الواحد يعني انا يعني لو في مكانكم اتمنى ان المباراه كانت تتلعب احنا بالظبط، احنا ليد دلوقتي على نفسيا. لا وبالعكس احنا مش احسن حالتنا يعني، الحمد لله ربنا كرمنا البطوله، بس احنا ما كناش كاملين. لا الروح المعنويه المرتفعه والفوز الصعب يعني احنا لو كان عايزين ناجل كنا احنا اكتر فرقه محتاجه ان احنا ناجل، نستنى اللعيبه المصابه ترجع واللي مش جاهز يجهز والمصاب يرجع، لكن احنا ما كناش يعني مش عايزين نتاجل، بالعكس كنا عايزين نلعب وفوجئنا بقرار التأجيل ده. بس يعني صوت ده ودود برضو ان شاء الله، ان شاء الله جاهزين لهم في اي وقت. ايوه انا عايز اسمع دي، انا عايز اسمع دي، هي دي الروح. وبعدين في حاجه ثانيه كمان بقى اكيد يعني فرحتكم اكتر واكتر، المكافآت اللي اعلن عليها الكابتن محمود الخطيب وهو في دبي وكان بيتابع، وكان طبعا بيتابع الماتش ده، هو بيتسلم بلاب ساكر من هناك افضل طبعا نادي الاهلي في الشرق الاوسط وافريقيا. استقبلته ده ازاي؟ ويعني ايه مهمه بتبص للنصر؟ احنا لسه ما يعني احنا سمعنا برضو يعني احنا يعني احنا الاول بطوله مع النادي الاهلي دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا احنا كلاعيبه يعني. الحمد لله انا بقالي كتير قوي خدت بطولات كتير قوي مع النادي الاهلي، بس فعلا بطوله مع النادي الاهلي غير اي نادي تاني يعني، انك مهما كانت بقى البطوله كبيره او صغيره انك تفوز في وسط جماهير النادي الاهلي دي حاجه بالنسبه لي انا كلاعيبه وبالنسبه لنا كلنا حاجه يعني عظيمه جدا، اكتر حاجه يمكن بحبها في حياتي ان انا اخد بطوله مع النادي الاهلي. بتفرق جدا طبعا بقى كمان يعني كميه لو الجماهير كمان موجوده يعني إيه؟ الولاد الصغيرين اللي على 15 ولد صغير كان عامل ضجه، تخيل جو. كمان لو كان الجماهير موجوده والمدرجات مليانه ده 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 حلم ده، يا ريت. انا اخر مره لاعبين بجماهير من سنين كتيره جدا ان هم يحضروا الماتش ده، من هم يحضروا الماتش ده احساس تاني، وحتى احنا جوه الملعب بنحس ان احنا ده بونص لينا احنا اللي موجودين جدا. طبعا بونص غايب. ايوه بونص غايب فعلا. الصوت ده هرجع تاني للمباراه يعني جزء انا حسيت بيه انه برضو كانت علامه ان لا البطوله دي بتاعتنا. الدايفنج اللي عمله الامريكاني حسيت ان هو لا ده زي مثلا بيفكرنا حسام غالي لما نزل بيلعب الكره بدماغه على الارض، ويعني ده عمل دايفنج اكتر من رائع، كان لو كانت اتقطعت وراحت باسكت اعتقد برضه كانت هتغير المباراه. ده اداكوا كمان لما بتشوف دوت بتحس لا الماتش بتاعنا يعني. عايز اقول لك هو اليكس يعني احنا بنعتبره ان هو خلاص مصري، هو بقى له دلوقتي دي السنه الثانيه معانا، فهو من الناس اللي بيتكلم معانا يعني. الكره دي انا حسيت انه وبعدين حرام مجهودنا يروح، هي بيتكلم كلاعب مصري فعلا زينا يعني. والله كان بيقول ايه يا كان بيقول ان احنا لازم نركز ولازم ما نضيعش مجهودنا، ويعني كان بيتكلم ان هو خلاص برضه كان معانا السنه اللي فاتت يعني، ربنا ما ارادش ان احنا نكسب البطولتين اللي ورا بعض الكاس والدوري، ويعني خلصت ببوينت في الاخر الماتشات بكره لفت على الحلقه وطلعت. كان برضو الاتحاد، كان الاتحاد فاينل برضو دوري وكاس.
فهو من الناس اللي برضو يعني احنا تعبنا بس ربنا ما اردش، فهو من الناس اللي تعبانه وعايز اقول لحضرتك هو في استلام الميداليات كان بيعيط يعني فعلا عيط زي كنا زي اللعيبه المصريه بالظبط يعني فرحته بالدوري زي يعني انا استغربت جدا يعني قلت هو لعيب محترف عادي هو يكسب وبيعمل عيط وحاسس كانه مولود جوه النادي ايوه ما صدقش يعني الموضوع كان مؤثر جدا لينا وليه يعني علمتوه عربي برضو ولا سايبينه كده اه هو كمان عنده من عند البرنس لازم تطمن على المحترفين اللي عندنا اكلته اه طبعا طب مالكش دعوه انت بحاجه لا لازم يروح طبعا عشان يبقى مصري ختم الجوده فعلا وديتوه فين مين اقرب مين اقرب يعني مين منكم او من اللعيبه الثانيه قريبين منه اكتر حاجه ايهاب ممكن اقرب واحد اه اه هو الروم ميت بتاعه كمان في الاوضه فكره ان خلاص مجلس اداره النادي الاهلي بقت مهتمه كمان ملعب الصالات بالالعاب مش الفرديه الالعاب الجماعيه غير كره القدم وبيجيبوا تدعمها. محترفين بمستوى عالي جدا شايف ده ازاي رغم انا كنت بلعب في النادي الاهلي كان في جاب شويه يعني فرقه الكوره بصراحه كانت واخده كل اعتقد الميزانيه كبيره والاهتمام الاكبر دلوقتي شايف ده ازاي ان خلاص ده دلوقتي عندكم لا سبورت كويس قوي مجلس اداره بيجيب لعيبه محترفه تزود من بطولات النادي الاهلي وكمان بتعلم الولاد الصغيرين كابتن والله هو يعني موضوع اصلا المحترفين موجودين في مصر دي حاجه بتدي يعني بتخلي الدوري المصري اقوى طبعا صحيح. بيستفيد منها حتى اللعيبه المصريه اللي موجودين مزبوط. فهي يعني كمان لما بيعلى بالليفل طبعا ده كمان بيعلى بليفل الدوري كل فرقه بتنافس انها تجيب محترف اقوى فبيخلي الدوري اقوى والمنافسه اجمد النادي الاهلي طول عمره انا شايف ان هو بيهتم بكل اللاعب كابتن اشرف عارف ان هو بيقول لك المحترفين بتوعك بيسلمك اول محترف يجي بيسلمه لك ليه بقى؟ انا ايوه يمكن شويه هم فعلا فرقه بتعتمد في النقطه دي مع ان في ناس كتير حتى حاتم هو كمان بس يعني الحمد لله لما بحس ان هم حاطين الثقه فيا في حاجه زي كده بحب ان انا ما اخذلهمش يعني ان انا اكون قد الثقه دي يعني فيمكن بركز فيها اكتر شويه تمام. حتى اصحابي دايما يعني الفرقه يعني كلنا اصحاب طبعا بحسها فيهم لو انت بقول لك يا ابو نصر انت شد حيلك ربنا معاك يعني بحس ان انا حاطين عليا يعني عيب اكتر فبحب ان انا اكون قدها يعني عشان يعني طبيعي بقى ثقتهم في محلها زي ما بيقولوا طبيعي احنا معانا دلوقتي على التليفون صاحب القضيه ممكن بس بتاع السله كابتن سيف كان المفروض يبقى معانا سيف النهارده بس طبعا نظرا يعني ظروف صحيه بتمر بيها زوجتك الف سلامه عليها والف الف مبروك يا كابتن الله يبارك فيك يا جماعه كلكم وبرحب بالرجاله اللي عندك وكابتن هاني واهلا وسهلا يا سيف منورنا في البيت الكبير وبنقول لك الف الف مبروك وخلاص القضيه ممكن خلاص بقت على مستوى السله كمان وقفشه كره السله سيف يعني شعورك ايه بعد المباراه وشعورك كمان الخاص انك جبت باسكت صعب جدا في وقت صعب جدا والله هو يعني هو بعد الماتش الموضوع كان يعني انا اصلا ما قدرتش احتفل مع الناس من كتر الضغوطات اللي كانت علينا في الفتره اللي فاتت شعور يعني هو دي من اصعب البطولات تقريبا اللي الواحد لعبها يعني فعلا من استثنائيه فعلا مفيش حد مش لاقيين اي حد يلعب فكان شعورها مختلف بصراحه يعني كنت متوقع ان الماتش يتاجل يا كابتن والله احنا لغايه اول ماتش لغايه الساعه 6 احنا مش عارفين الماتش هيتاجل ولا لا كل شويه يقول لنا الساعه 5 لعيبه طيب 3 لعيبه طيب لغايه ففي الاخر الساعه 6:30 تقريبا احنا بدانا نجهز كل الناس كانت متوقعه ان الماتش يتاجل يعني حتى الماتش الثاني بعد ما الصغيرين عرفنا ان في 7 في الاتحاد قلنا ممكن يتاجل بس لعبنا يعني والحمد لله يعني ربنا كرمنا كرم كبير يعني لا كنت رجاله وكنت قدها وبطوله فعلا بطوله صعبه بالنسبه للظروف اللي مريتوا بيها قبل المباراه والمباراه اللي قبليها ومن خلال كمان الاصابات يعني عايزك تكلمنا ان شاء الله كمان احنا دايما بنبص للمستقبل والنادي الاهلي دايما بيبص احنا كسبنا بطوله هنقفل الصفحه ونبص للبطوله اللي بعدها كابتن سيف طموحاتك الفتره اللي جايه ومعانا ابطالنا ونجومنا الكبار كمان طموحات على مستوى ان شاء الله 2021
والله هو احنا السنه دي يعني زي ما قلت ده بطوله استثنائيه، وده كمان يعني انا شايفه بصراحه. انا لعبت بقالي 8 سنين او 9 سنين بلعب درجه اولى غير السنتين اللي كنت مصاب فيهم، فده يعني ده بصراحه ده موسم استثنائي، انا شايفه موسم استثنائي من كل حاجه يعني. صحيح. الفرقه نفسها مختلفه، الفرقه عايزه تكسب. يعني احنا يمكن فرحتنا زياده شويه في البطوله دي لان احنا عايزين نكسب الاربعه، يعني احنا عايزين نكسب الاربعه، فدي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا مع الفرقه الجديده طبعا، وصعبه كمان. فيعني دي كانت اول خطوه، يعني انا دايما بقول كده دي يعني اول خطوه ولسه فاضل ثلاثه ان شاء الله يعني. كنت مع فكره برضو ان يعني كنت متوقع ان ماتش يوم السبت ده يتاجل يوم ال 26، ولو يعني اكيد انت ما كنتش متوقع حاجه زي كده، بس بترجع الاسباب لايه يا كابتن سيف؟ يعني ما حدش عارف بترجع الاسباب لايه، بس هي الدنيا متبهدله يعني، في لعيبه كتير كورونا. انا ما اعرفش بصراحه القرار جه على اساس ايه، بس يعني في لعيبه كتير كورونا، يعني الدنيا متبهدله عندنا في الرياضه وفي مصر كلها. بس انتوا كفريق جاهزين صح؟ طبعا احنا جاهزين. طيب احنا والاتحاد كمان، والاتحاد كمان جاهز. يعني احنا لعب الاتحاد يعني في فعلا زي ما سيف بيقول ان في حالات كتير في فرق تانية، لكن احنا لعب الاتحاد، والاتحاد الحمد لله ما فيهوش حالات، واحنا العدد هنا وهنا مكتمل. هي الفكره علامه الاستفهام. ممكن يكون في تاجيل، لكن مسبب يعني ممكن يقول لك تاجلت المباراه لاسباب واحد اثنين ثلاثه، يعني الاسباب مش موجوده. فدوت يعني كمان نفس السؤال اللي أبطلنا، كنت تتمنى المباراة دي تتلعب لأن احنا في قمة يعني حتى على المستوى المعنوي كسبانين بطولة واقفين على رجلينا، كنت تتمنى المباراة تتلعب في ميعادها يوم السبت؟ والله هو بص هو احنا جاهزين في أي وقت يعني حتى لو المباراة كانت اتلعبت يوم 8 احنا كنا هنبقى جاهزين. المباراة 26 احنا برضو جاهزين وبنجهز لها من دلوقتي، يعني حتى كابتن أشرف لسه مكلمنا النهاردة إن احنا دي بطولة مهمة، حتى لو ماتش دي بطولة مهمة، فاحنا جاهزين يعني في أي وقت هيتلعب احنا هنبقى جاهزين إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا كابتن، وألف ألف مبروك، كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. عايز أتكلم عن دور كابتن أشرف توفيق المدير الفني، وأكيد دور كان برضو يعني بنتكلم عن ظروف استثنائية يعني كلنا مرينا بيها اكيد، وانتوا اللي بتحكوه دوت اكيد برضو كان صعب جدا جدا خاصه على المدير الفني. والله كابتن اشرف توفيق السنه دي برضو يعني مجلس الاداره مدعم الفريق باكثر من صفقه، واكيد عليه ضغط يعني، الله يكون في عونه الحقيقه. عشان كده الحمد لله البطوله الاولانيه دي كانت مهمه بغض النظر عن ظروف. طبعا انت واحد من التدعيمات دي يعني خمسة يعني الحمد لله يعني بالفريق المحترم طبعا اللي موجود. تمام. في ضغط على كابتن اشرف توفيق بسبب التدعيمات دي، والسنه اللي فاتت ربنا يعني ما اردش، بس السنه دي يعني الناس كلها منتظرين الاربع بطولات، فكانت اهميه البطوله الاولى دي مهمه جدا ان احنا الستارت الاولاني بغض النظر طبعاً. طبعا الظروف دي كانت موجوده يعني، وده كان حاطط بريشر اكتر على كابتن اشرف توفيق يعني، كل الضغوطات اللي كانت موجوده دي حاجه، والظروف اللي حصلت دي كانت حاجه ثانيه. فبس الحمد لله يعني ربنا كرمنا، والبطوله الاولانيه دي مهمه جدا في الستارت بقى يعني. ان شاء الله ادي واحده، ان شاء الله فاضل لنا ثلاث بطولات كلنا طمعانين فيها، ودي بتدي بوش وبتدي دوافع نفسيه عاليه جدا. بس هو كابتن اشرف يعني موضوع كمان يعني، تخيل حضرتك مدير فني انت مش عارف انت هتلعب بمين يعني، هو كمان برضه الله يكون في عونه المفروض مدير فني بيحضر الماتش اللي هو داخله قبلها بيوم، اقل حاجه محاضره التكتيك اللي هيتم، التعليمات اللي هتاخدها اللعيبه، هو اصلا مش عارف. واحنا طبعا في اللعبه عندنا كل لعيب ليه امكانياته اللي هو بيعتمد عليها، فتخيل بقى هو قبل الماتش هو مش عارف اللعيب ده معاه ولا لا، هيلعب بايه، مين هيلعب يعني، مش عارف. تأجلت للساعة 7 عشان احنا لسه مش عارفين اصلا مين اللي هيلعب، مش عارف يقول مين اللي هيلعب اصلا بالظبط. فده لوحده يعني ربنا يكون في عونه. هو كمان يعني كان خايف على نفسه، ما هو من ضمن الجهاز اللي كان فيه، ما هو برضه عندنا اثنين اتصابوا في الجهاز، وبرضه هو كان يعني لا قدر الله يعني. هو صراحة الجهاز كله تعب معانا السنة دي يعني، بالذات البداية دي أنا من اول يعني من اول عامل الغرف عم حامد اللي هو اتصاب برضه بكورونا في اللحظة دي. في اللحظة دي العصبية يعني الصورة دي بتتكلم عن عصبية، وكنا يعني خلاص ده كان في الثواني الأخيرة أو في آخر المباراة. أنتوا كلاعيبة كنتوا بتستقبلوا إزاي دوت، والعصبية اللي كان فيها والتعليمات اللي كان بيقولها يعني تعليمات كنتوا أنتوا بتستقبلوها
عارفينها بالظبط وتنزلوا وتنفذوا بالزبط. ولا الموضوع كان يعني الروح غلبة شوية عن الفنيات في الجزء ده؟ لا هو كابتن أشرف أصلا يعني أهلاوي يمكن أكتر مننا بالظبط، فيعني احنا اصلا نبقى حافظينه يعني هو خلاص. الكلام اللي هو بيقوله بعيد ان هو تعليمات هو بيبقى يدينا روح معنويه اكتر في الملعب يعني. يمكن حتى كان في فيديو هو بيقول لنا اللي يعدي منك يعني بالدم اللي هو يعني ما فيش حد يعدي منك زي في الكره يعني. اللي يفوت يموت بالظبط هو حتى في التمرين كده معانا يعني اللي هو احنا في التمرين طول الوقت هو شددنا انت ما فيش حاجه اسمها انت هتعدي، انت بتلعب في النادي الاهلي انت لازم تبقى في حته ثانيه يعني هو كلامه معانا كده طول الوقت يعني اصلا تقصير ولا دلع ومفيش وقت كمان بالظبط فتعليماته يعني لينا احنا نبقى حافظينها فعلا زي ما حضرتك قلت في الكريتيكال بتفرق معانا كل كلمه هو بيقولها يعني احنا لازم نبقى مركزين فيها قوي عشان يعني هننزل نعمل ايه في الملعب يعني في اوقات صعبه لازم تبقى المعلومه بتبقى وكمان الوقت بيبقى ضيق انا بحس ان هو عايز يتكلم كتير بس الوقت مش كفايه طبعا مش كفايه وانتوا كمان كلاعيبه تحت الضغوط ديت وبتنزل وانت لعيب انا عارف بيبقى عليك كمان ضغوط انك تستقبل معلومه جديده بالزبط. وتنفذها في الملعب فالامور فعلا كانت امور صعبه في اخر خمس دقائق من المباراه يعني. غير بالزبط. القدم خالص احنا يعني يمكن بيسموها لعبه الثواني يعني كل ثانيه عندنا بتفرق في الملعب يعني ممكن انت تاخد تايم اوت في اخر 10 ثواني في الهجمه او 5 ثواني في الهجمه تعمل فيهم خطه جديده كوتش هو اللي لسه مدانا اول مره نلعبها في الخمس ثواني في الخمس ثواني سبيشال سيتويشن يعني بس فبيبقى الموضوع فعلا مولع الماتش بينتهي مع الصفاره ده وده اللي حصل فعلا اخر شوطه يعني فريق الاتحاد شاطها لو كان دخلت كنا خلاص هما كسبوا يعني هو كان فرق نقطتين كانش في نقطه تعويض ومفيش خالص يعني هي اخر كوره بس يعني انا دي بقى اللي حسيتها فعلا ان هو احنا الحمد لله نستحق ان احنا نكسب يعني الكوره دي لفت وطلعت يعني هي كوره بس دي بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان احنا فعلا تعبنا واستحملنا حاجات كتير يعني كلنا كل واحد مضحي فعشان كده دي الكوره برضو اللي بينت فكانت الباسكت دي اللي هي يعني خلاص بقى يعني دي خلاص الكوره في الهواء ويا تدخل نخسر ده التوفيق ده التوفيق باسكت التوفيق يعني ده فعلا اللي هو بينت للناس ان احنا نستحق ان احنا نكسب بحيري قول لي بقى ردود الفعل بعد الماتش خلص بعد التتويج بالفرحه مش حاسين بنفسكم قول لي بقى مين اول تليفون استقبلته انت كلمت مين احكوا لي شعوركم بقى بالنسبه لي انا انا كلمت بابايا ومامتي وخطيبتي يعني بصراحه اول حاجه بصراحه يعني. اهم حاجه هم اكتر ناس يعني تعبت معايا طبعا و يعني احنا طبعا كلنا ما كناش مصدقين احنا لحد واحنا بنغير جوه اوضه اللبس بنحضن بعض بنتصور بالكاس يعني هو الجو العام كله احنا كلنا فرحانين جدا زياده عن اللزوم بس انا كلمت خطيبتك الاول ولا مامتك؟ لا مامتي الاول بصراحه بامانه جواز الجواز كده بنخلص نعمل كات للحته دي بس مش عايزه كلام تلفزيوني لا مامتي والله فعلا الاول انت كلمت مين يا ابو النصر؟ نعم اول حد بقولها بصوت عالي لا انا اصلا مراتي كانت قبل الماتش يعني هي زي واحد معانا في الفرقه هي كل شويه عماله تكلمني طب مين طلع ايجابي طب مين سلبي طب هتلعبوا مش لحد ما انا حتى اتعصبت وقلت سيبيني في حالي كان اهم من لعب الماتش اصلا طبعا بالظبط فلا مراتي وبابايا ومامتي يعني كانوا اول حد بكلمهم على طول اول ما اطلع من الماتش هم يعني حتى بقى لازم اطلع عليهم 3-4 ميز لكل منهم هم عارفين ان انا جوه بس هم لازم اطلع الاقي الميزات دي منهم هو مهم انا كلمت والدي ووالدتي وزوجتي طبعا وبنتي يعني وش الخير طبعا ليلى والله فدي اول بطوله ليا مع النادي الاهلي كان هي وشها حلو عليا طبعا وزوجتي مستحمله حاجات كتير فالحمد لله يعني الحمد لله طبعا وخلي بالكم انا بعتقد الفرحه الكبيره ديت ما كانتش هتبقى كبيره قوي كده لو كنا مثلا سابقين ب 15 بونت ولا بالزبط. يعني الموضوع بيختلف ان دايما ربنا عايز يفرحك ان ممكن جدا يعني فوز صعب ويمسك للاخر في اخر سنه مع فرقه كمان كبيره فرقه يعني طبعا. معظمها في منتخب مصر كلها قوامها كله منتخب مصر المدرب بتاعها مدرب منتخب مصر فهي الفرقه اوريدي كبيره واحنا ظروفنا فول تيم كمان وما عندهمش بالظبط ما عندهمش ولا حد فول تيم يعني لا بس هم يعني الحمد لله بقى يعني لا هي دي بقى الحمد لله يعني دي مسج ودي حلاوه المكسب ان احنا واحنا مش كاملين الحمد لله قدرنا يعني ده عشان كده بقى مسج لينا ان شاء الله السنه كلها ان احنا بالزبط. لا احنا الحق ان احنا نبقى احسن فريق في مصر
احنا نحصد كل البطولات. احنا اللي محتاجين نبقى ليد في السكور ال 15 بوينت على مدار الماتش. احنا المفروض نبقى ليد كده لما نبقى كاملين. المفروض نبقى المباراه ديت اديتكم ده يعني بالزبط. يعني المباراه ديت علمتكم ان انتوا بالرغم النقص العددي ان انتوا ناقصين ان التوتر ان المشاكل وبتلعبوا فريق كبير زي الاتحاد كامل بالزبط. انك تقدر تكسبه ده بيديك بوشت كمان ليه. واعرف منكم واحد واحد تمنياتك ايه بقى في 21 ان شاء الله باذن الله. سنه بدات سنه جديده ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا. تمنياتك يا كابتن؟ طبعا يعني ان شاء الله نفسي ان احنا ناخد كل حاجه السنه دي والسنين اللي جايه كمان. نفسي ان احنا يعني النادي الاهلي دايما يبقى رقم واحد في كل حاجه. ده على المستوى يعني بالنسبه للباسكت. مستوى الشخصي نفسي يعني بنتي اشوفها اكبر من كده. عندي كايلة بنتي سنتين ونص. ليلى برضو كايلة ان شاء الله سنتين ونص. فنفسي ان شاء الله يعني انها تكبر قدام عيني وربنا يحفظها يعني اشوفها ان شاء الله. هي بتيجي تمرني على فكره فعلا. بتيجي معايا وانا بتمرن ما بتسيبنيش يعني. ف هي متابعه جدا واهلاويه جدا من صغيره. فربنا يبارك فيها وان شاء الله اشوفها في احسن مكان. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. كابتن على مستوى الباسكت طبعا يعني بتمنى ان احنا ناخد الثلاث بطولات اللي جايين مع الاهلي مهمين جدا. عايزين نعرف الناس ايه اللي جاي يعني ايه اللي ان شاء الله. ان شاء الله بطوله السوبر ده اللي هو يوم ماتش ال 26 دي اللي اتاجلت. دي اللي اتاجلت بقت 26. هو ماتش واحد بس المفروض بطل الدوري مع بطل الكاس. فاحنا والاتحاد هو ماتش واحد بطوله. وبعد كده ان شاء الله هنبدا بقى الدوري العام وكاس مصر مع بعض. يعني ممكن نلعب مثلا البيست اوف 3 بتاعه الدوري العام جنب بعدها مثلا باسبوع او 10 ايام يبقى في عندنا ماتش في الكاس مثلا دور ال 16 او دور ال 8. يعني الدوري والكاس مع بعض في نفس الفتره دي قبل التوقف. دول الثلاث بطولات وبتمنى ان احنا نكسب الدوري العام عشان نشارك في انديه افريقيا تاني. انا نفسي اخدها مع الاهلي بصراحه. نفسك تروح يا رب يا رب ان شاء الله. يعني مش بعيده كابتن. شاركت فيها مره وبس ما حصلش نصيب يعني. فبتمنى ان احنا بالسكواد ده ان احنا نقدر نلعب افريقيا. السكواد ده عمل يعني فرق او انجاز رائع. وهو لسه كمان ما فيش ما بينه وما بين يعني عناصر لسه ما فيش ما بين العناصر كلها انسجام زي ما بيقولوا يعني. هو زي ما ابو النصر كان بيقول في الاول ان احنا كانش عندنا اوف سيزون. الفتره كانت السيزون متلزق مع بعضه عشان كورونا وكده. فاحنا ما لحقناش نتمرن مع بعض فتره كبيره مع المجموعه الجديده مع القديمه. ما لحقناش نتمرن كتير. فدي هتفرق معانا جدا يعني كيمستري بتاعه اللعيبه. نعرف ده بيلعب ازاي ده محتاج ايه. بنفهم بعض من العين على الاقل. ده هتفرق معانا جدا. فدي اكتر بتفرق بوينت. في الباسكت اكتر من الكوره يعني. الناس دايما بتتكلم على الكوره. الباسكت مختلف انك يعني بتاخد قرارك اقل جزء من الثانيه والتحركات بالعين اكتر ما بتكون تحركات على مساحات واسعه يعني. وشغل كابتن اشرف يعني برضو انت انك هتحفظ المدير الفني. فانت الخمس لعيبه المفروض بيعملوا حاجه واحده اللي طالبها الكوتش. فانك تحفظ ده بياخد مجهود وبياخد وقت. بالظبط. فالكوتش لسه حتى ما لحقش ان هو يشتغل معانا كفول تيم مع بعض يعني. هو ما شافش لسه الفرقه واقفه قدامه كده لاين واحد وبيشتغل معاه لسه لحد الوقت ده يعتبر ما حصلش يعني. بس هو يعني بغض يعني طبعا تكمله لكلام يعني هنا انا من ضمن الناس الجداد. فانا مش حاسس ان انا غريب في فتره قليله جدا يعني. دي طبعا كنت لسه بتكلم مع ابو نصر وحاتم في الموضوع ده. بحكم طبعا ان احنا لعبنا مع بعض منتخبات الروح اللي ما بين الفريق دي خلت ان احنا يعني يبقى في كيمستري اسرع شويه. كان ممكن يبقى الموضوع ده ياخد طبعا يعني بعد مع الوقت ان شاء الله هيبقى الموضوع اكتر لكن الكيمستري جت شويه اسرع من الطبيعي بسبب الروح اللي في الفريق. انا يعني احنا بقى لنا شهرين ثلاثه مع النادي الاهلي. انا حاسس ان انا بلعب بقالي سنين في النادي الاهلي. انت بتقول يعني اليكس عيط يعني. يعني هو يعني محترف يعني. لكن انا يعني الحقيقه دي حاجه فعلا. وانا كنت شايل همها قبل ما اجي النادي الاهلي بس دي ما لقيتهاش خالص يعني. من اول ماتش احنا لعبنا احنا جينا الدوري خلص القديم لعبنا بعدها بشهر ما لعبنا ماتش يعني. كنت شايل هم انه الانسجام ده ممكن يطول. ممكن بياخد وقت وده طبيعي. كنت لسه اقول لك انه ده كمان طبيعي. النادي وده طبيعي جدا. وكمان في الباسكت الروح بتفرق. ما ده اللي انا بقوله. هي فعلا انا من اول ماتش لعبناه لا مش حاسس ان انا غريب يعني. عادي بلعب مع زمايلي مش حاسس ان في حاجه غريبه خالص. فدي الصراحه فرقت كتير جدا موضوع الروح اللي في الفريق دي. ودي اللي ان شاء الله يعني هتخلينا باذن الله بقى يعني ننافس بقى يعني هننافس بقى بسهوله ان شاء الله. ان شاء الله. وانت زي ما قلت انطلاقه البطوله دي بتدي بوش وبتدي انطلاقه مع اكتمال الصفوف ان شاء الله مع الانسجام.
ان شاء الله عندكم ثلاث بطولات باذن الله تكون جوه النادي الاهلي باذن الله. باذن الله باذن الله. كابتن مهيب شكرا ليك، الف الف مبروك، كل سنه وانت طيب. حاتم بحيري شكرا جزيلا، وكابتن محمد ابو النصر نورتونا النهارده، والف الف مبروك، كل سنه وانتم طيبين. سنه سعيده عليكم ان شاء الله، ودايما مزيد من البطولات ان شاء الله. انت تبص لليلى وانت تبص لكايلا.